السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين يا رب بخير بصحة وسلامة. معكم أخوكم محمد أو أبو كلبشة، رجعنا لكم في مقطع جديد من لعبة قراد الحياة الواقعية. الله يعطيكم العافية يا جماعة الخير، على كل واحد يذكرنا دائما من زر اللايك والاشتراك والحركات والبركات والشير. مقطعنا لليوم يا جماعة الخير عودة عصابة البلود في مدينة ريسبكت. الكل فيكم يا جماعة الخير، من عصابة البلود؟ عصابة البلود العريقة، جلادة العصابات، عصابة البلود جلادة العصابات، ما حد ينكر. عادت اليوم طبعا أنا انقطعت فترة عن المدينة، كنت في رحلة استجمام، ما راح أقول لكم أي شيء مع المقطع إن شاء الله بتعرفون كل شيء. قبل ما يبدأ مقطعنا لهذا اليوم يا جماعة الخير، في الصورة بيسعدكم ضيفوني في حسابي على سناب شات عن طريق الباركود اللي ظهر أمامكم، حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي كلها تحت بالوصف. كل التمانية إن هذا المقطع نال إعجابكم، لا تنسون زر اللايك يا جماعة الخير المشابه بالشكل هذا. إيه الله يعطيكم العافية، ترى مرة هذا مرة كويسة. الله يعطيكم العافية جميعا ومشاهدة ممتعة. سلام. هذا كنا الجي حقي في طبقة هنا، والله في طبقة، هذا مو جي كلاس، هذا جي خلاص سوي جي. نحن والله في طبقة هنا. سلامات سلامات سلامات، شل العلم رجال، شل العلم، سلامات. عسى بشر عسى بشر، السيائر فيهم مشاكل كثيره، حول حول، قلت لهم خريجين سجون، خريجين سجون هنا. صوت صوت يا اخوان، اللي يبغى سيارة يا ابو اراده، اخبارك؟ ما اعرف احد بالاسم ده، طلب ادري امس صار موقف محرج لك وكذا، لكن ما يخالف الحمد لله. احنا مو انا ها كذا، ما انت ابو عراد؟ ها حلو، ممكن اتعرف؟ انت ما توفر شيء عيال بنات اي شيء، الله ياخذك الله ياخذك. طيب يا سوسو، طيب وش العلم وش العلم؟ تبغين تصلحين؟ ابي اطلع صوت الويوي. الويوي عندي. طيب طلعي ويوي، يلا زيك، يلا يلا يلا. لا 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 لا، يبغى لي توصيله والله. معك موتر؟ اوه انت تكسي اليمس. ايه وش تكسي؟ وتوصيله بالله الكراج لا طلب عمرك، انت صاحب المستبيش الصفراء. وش تكسي؟ هذا هلا هلا، تعال تعال، ايش الهرجه؟ تعال مكبوب عليك ايس وايت موكت ولا ايش؟ طب قول لي فين النكته عشان اضحك. لا الله، هذه كوميديا هذه؟ اي كوميديا، ما تعرف كوميديا البيضاء؟ هنا الخليل كوميدي اللي عرفنا على اشكالكم. وي اشبه، وي اشبه ده اشبه ده. مش توزع ارقام، اعوذ بكلمات الله تمات. انت ايش اسمك؟ اسمعطيني اسمعطيني ربي. بتاكد ام التين ولا ابو التين؟ ام التين وجه ابو التين. دقيقه بخلص عليك يا ما اراده، وجه ابو التين مو ابو صح والله العظيم، ما عشان كذا اقول له والله من اول اجل كذا معك حق والله. والله حتى انت وجهك نفس وجهي. وجهي ما في الله كل خير والله العظيم. وجهك يا ابو اراده، ما بدينا نتنمر يا ابو اراده، ما تنمرنا عليك والله. وجهك والله وجهك زي وجه نفسه، كأنكم كذا يعني من نفس. بس ايه هو صح، استوي جعفر. مرحبا والله، ما يسر والله. اهلا والله، عاش والله من شافك والله يا ابو عرادة. الله يشوفك يا طيب، الله يطول لنا بعمرك ان شاء الله. عمرك ان شاء الله. موتر كوين؟ ما عندي موتر انا. سوسو كيف؟ سوسو دام قلت وجهك واحد انت وهو ذا ابو عكفة كله. يا ابو عكفة والله نفس وجهك، حتى انت وجهك يا ابو عكفة. اللمس اللي ركبت لك اياه بطلع من عندك وحطها عندي. فايدة العلم فايدة العلم. متى ركبت التيربو؟ انا اصل متى ركبت التيربو؟ اقول لك قلت له بطل التيربو اللي بطل اللي ركبت لي اياه وحطه في الجي مال. ما ركبت لي لا تيربو ولا شيء يا حبيبي، تيربو انا مركبه بفلوسي حلالي حرمالي. اوف يا حبيبي، اوف لا تسوي انك حاط لي تيربو، ترى الجي حقي وبفلوسي، انا شاري تيربو بفلوسي بعد، كله بفلوسي. كفو. ممكن تعرف مع فلوسي؟ سو انا شو سو عندي في الجهاز، سو براندو. ايوه اهلا وسهلا، ارحب ارحب، يلا حيا اقول لك تشل الجهاز. كيف الحال؟ طيبين حبيبي، الله يسعد حبيب 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 حبيب. وين سيارتك؟ توصلني الكراج حبيب 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 حبيبي. الله يسعدك والله. شوف اي سياره تبغى، بس قول لي اي سياره. اي سياره والله الجي صح حقك الجي. ايه ما عليك. بالله يا سو، بالله يا اخي يبغى لي والله، ما ادري كيف فاتك الموضوع يا سو. ها والله يا خلاص خلاص، محتاج مالك مالك الجي مالي مالك. ادري تونه مالي بطل. ادري ان الجي حقك، لكن والله العظيم ما ادري وش اقول، والله ما ادري وش اقول وش اخلي يا رجال. جمعتي لي كم قرش اني اشتري سلاح هذا الديق، وقدر الله وصادر الله يعوضني. خبر لنا واحد يبيع اسلحه ولا شيء لا سمح الله. الله يصلحك، ما اعرف الصراحه، اشوف لك بسلك. اي اذا تخبر لي سلاح ب 15000 كلمني تكفى. 15 في مركز الشرطه والله من جد. اي واذا طلقت بيجيبوني على وجهي. ايوه انا بس اسمع، لا تطلع الجي ترى. ليه؟ في العامل اللي يشتغل في الجراج جايب العيد والله. أي. يعني ايش تسوي؟ يعني ازرف لك جي مثلي وكشخ فيها لما الله ييسره. ازرف من وين؟ ازرف يعني ما طلع سياره؟ لا تطلع
واذا طلعت ايش بصير؟ هذا واحد طلع هناك وشليته عنه. لا لا، واذا طلعت من الكراج وش ايش يصير؟ ما تقدر تدخلها. طب عادي، طلع طلع شوف التوربو ما بيكون عليها توربو اصلا. كذاب. يب يب ترجع لك وكاله. لا لا ما عليك ما عليك، الامور طيبه ان شاء الله. طلع الجيده الحين. ونفلم مركباتي. هلا بطير شلوى، هلا بالمطفي. ما ادري كيف صالون اسود بس يجنن، يجنن بكل حالاته. تعال تعال اترك الجي هذا. بشر ما يشتغل. ما اقول لك خربان اني ولا شلون؟ ايه والله ما يشتغل والله. ما تقدر تدخل اصلا. اصبر اصبر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايش اللي قاعد يصير؟ ليش ليش؟ خلاص ما بلكت اصلا. معك فاتح اقفال؟ لا خلاص شليته حقي. حبيبي حبيبي انزل حبيبي. شليته خلاص. شو اللي شليته خلاص؟ كذا تسرقني قدامي؟ ايه لا حبيبي ما تسرق سيارتي قدامي كذا. اسمع اسمع، لو سمحت سيارتي هذه. يقول ابو شكله، يقول ابو شكلك. هي اركب 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 اركب، خل اروح الشقق اعطيك فاتح. يا حسبتك بتسرقني لا سمح الله. ادعس اشوف في تيربو. روح روح تيربو بلا شق، بحذر بالله. الباب الباب الباب. ناصر بارك لي بالجي. البركه البركه. لا الله لا يبارك لا فيك ولا فيه. هي يا ارفع فيه تعميم والله العظيم. لو بتزيد بتلف الدور عليه بالحرام لا ارفع فيك ذا الحين بلاغ. والله نطبقونك هنا ما تطلع من المواقف الا وانت في السجن. ابركن ابركن. طيب يبلك فاتح. يقول كذا ما تقعد تخرشنا الله يطول بعمرك. دقيقه بيبلك فاتح. في هذه ابو التين نتنمر شوي. هاي صبايا. صبايا في عينش. انا ابو عكفة. هاي شنب. هاي شنب كذا ينقال لي انا. بسالكم التين. مضيع شنبك انت ولا شلون؟ قاعد ادور عليه. ادلك على الحلاق؟ اي كيف ادور؟ ولا بدور بعد، اذا لقيت بزيد ادق عليك. اوكي. يجاوب جاب فتحك في هذه. بشر لقيت فاتح. شوف شوف انا ابيع اصلا ب 15 عشانك ب 10. خلاص جدك. وين ما جت؟ يعني جدك انت بس اعطني اوي تجيك. دعوه يا ابو تجيك تجيك رادوس تجيك. ايش دعوه؟ هالمرة سامحتك ما عليك. الله يطول بعمرك. لا والله ما له داعي لحرجات، بس انا اقصد يعني بتجيك وقت ما تبغى الفلوس. هذا الخليل كوميدي عقب شوي. راح انت طقمك هذا شي حليب مكبوب عليه. فلح فلح دق فلح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ فلاح؟ صحيح معك ابو الليل، تفضل. ابو الليل سموك، ارحب ارحب. ابشر عاد شريت البيت ولا باقي؟ لا البيت العقاري قال لك انت مجد تدخر فمالك بيت. احسن في قلبي احسن. والله الله يكون في عونك والله يا ولا السموك. الله يعوضك خير مالي. ابد عاوزين خير ان شاء الله. يعني الفلوس معك؟ هي باقي ما شريت. اي بس شوف الوضع، يمكن نشتري، يمكن نشتري اسلحه نشوف الوضع. فهمت؟ اي انا اقول نشتري اسلحه. تشتري لك تشتري نشتري العصابه الشباب تعرف احنا. اي ابد ابد تم. محتاج سلاح انت؟ والله محتاج يا السموك صدق. ابد ما عندك اي مشكله، بعد ما اخلص مشاويري مع الشباب اجي اعطيك سلاح. اجي معك مشاوير ولا؟ المشكله حاليا انا صح؟ مع الشباب فهمت، انا وابو سكره وفيدان فهمت. طيب بجي معكم في المشاوير هذه. ابو عكفه يجي. يلا بعطي رقمك لابو فيدان وبيكلمك. تمام ابو عكفه. خلاص تمام. اي ما تصرفني حبيبي، اقعد في حلقك. انا اقعد في حلقك لين ما تعطيني سلاح. يا ويلي على اصفر انا. لا ولا شيء. اي بايكريه يا البنانة. ها وش؟ لا ولا شيء. صارت حسك تقول شيء. هلا والله. السلام عليكم. السلام ورحمة. ارحب. كيف الحال؟ تكلم اشوف. اقول اتكلم. اتكلم شيء كذا شوي. اتكلم. السلام عليكم، كيف الحال اخوي؟ هلا والله. انت ابو عكفة؟ الله. انت فيدان؟ اي نعم. ارحب مرحبا ومسهلا. يلا حيا. يلا حيا. كيف الحال؟ طيبين. وينك فيه؟ اترك عنك السواليف. وينك فيه؟ موجود عند الشقق الحديقه. لا الشقق المستشفى اللي جنب المستشفى. طيب معك وسيله نقل تجينا ولا اجيك؟ افا عليك. لا انا اجيك. اطوي المسافات لعيونك الله يسعدك. طيب تعرف مغسل السيارات جنب محل ملابس؟ اي تعال وراه. يا هلا يا هلا مرحبا ومسهلا. كيف الحال؟ ارحب ارحب للسموك. الله يسلم. كيف الحال؟ طيبين. نورتنا والله حبيبي بوجودك الله يسعد. وينك غايب نشوفك؟ والله اني سالفه طويله. سالفه طويله يعني للسموك. سالفه طويله. إيه. سالفه طويله عن الخاطر. بس عن الخاطر هذه. ايه عن الخاطر. النظاره وين راحت؟ والله ادور هنا شفت تحت الكفر شيء. حافيه للسموك. عرفنا الرجال هذا برديسون الله يطول بعمرك. هذا رجال رجال يعني كفو شرواك من الاخر رجال.
مره محزن مليان راعي وقفات صدق والله وقف معي مره كثير والله والنعم فيك شرفنا فيك شرف له الله يسعدك وبد تعال وفيدان كلمك صح اي كلمني فيدان قالت عند المغسله اللي في ايوه هذا وجهك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ارحب ارحب كيف حالك الله يبقيك كلمت للسموك وقعدت اتكلم معه زي كذا يقول عندكم شوير زي كذا ما ودي نضيق عليكم حنا لكن انا قلت والله العظيم ان كانكم تحتاجون فانا موجود ما اذا تبون شيء ولا شيء فحاضرين الله يطول بعمرك طيب يا بعد راس عطها الزبده يا اسكار ما نبي فزعه ولا شيء احنا عندنا عرض حلو قدمناه للشباب معك كانوا معك مبسوطين وزانت احوالهم جاتهم فلوس جاتهم اسلحه جاتهم سيارات جاتهم كانك تقبل كان ابيها ان شاء الله اننا من القابلين من الحين بس وش العلم العلم ان هو شوف العرض بيخرب اشياء ثانيه الاشياء الثانيه اللي هي ان الويست سايد قفل لا 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 هذا هذا واحدة من العروض هذه من الضرارة واسمع واسمع يا ابو عقفة اذكر الله واسمع لا تحكم قبل ما نقل العرض يا طويل العمر السلام انت بتدخل مع منظمة فيها اللي تبي من ناحية أغراض من ناحية فلوس من ناحية حتى يعني شبابك مرتاحين معنا لأنهم حصلوا أخويا وزانت أمورهم بالزبط ومن ناحية عدد يا ابو عقفة من ناحية حد نهايط عليك إيه؟ حتى يقول يا الغني سير ما وراك الظهر يا وراك ظهور اللي يقول لك يا الغني عشان سيارتك ها خليه خدامي شغال سواق شيف ليش يا هذا والله العظيم فأنت وأخوياك اللي باقي معك لأن على كلام فيدان أنه باقي معك ناس فمنهم أنا أصلا شباب مختفي مدري وين راحوا ليش صرت أنت يا أبو ليل أنا شكلي سحبتهم كلهم أبو ليل لا قل والله العظيم الباقيين وينهم الباقيين إلى الآن ما يعرفوا ايش صاير بالضبط يعني طيب عندك ترافيس سكوت وكم من واحد حلو إيه بس عرفتهم اللي ورا هذا منه هذا من الشباب يا ابو هذا أكفة. هذا واحد من 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 اخويا الشباب والشباب كلهم يعني شباب هذا واحد شو اسمه برديسون ترى رجال كفو مره خذوا اسمك برديسون اسمي سو سو فار هذا سو براندو حلو سو براندو وبس هذا علمنا يا ابو عكفه فأنت وش رأيك إنك تقدر تفكر لأن ما ودنا نخليك الحالة الصدق لأن أخوياك وغالي يعني أخويا قدم أخويا قدم عندكم أيوه عندنا لكن كل يوم تكفون أبو عكفة كلموه شوفوا تحصلوا إن ذا الحين في الشركة ولا كلموا أبو عكفة كل يوم يكلمونه كل يوم فأكيد إنهم يحتاجونك فهم يحتاجونك لازم أنت تجي معنا. مصدر إلهام يا أبو عكفة الله يطول بعمرك للشبيبة فأتمنى أنك تقبل العرض ذا الجميل وتكون معنا مع الدم يا أبو عكفة والله العرق قمح مع البلود والله العظيم الموضوع مرة مش بسيط بس لو تعطيني شوي وقت كذا أفكر بس دقيقتين بس بالكثير أبد خذ راح عشان أعرف تتخذ القرار تعالوا يا سيدرسون يا عيال الله قلعب الشباب طلعوا كلهم في البلود يا البلود اقسم بالله العظيم رجعت وراء 7 شهور يا برديسون العلم ما فيه انا فكت اصابه الاصابه بعث انا نمت 9 ايام جيت لقيت الاصابه كلهم كذا تبعثروا يا ولد انا وش اسوي الحين اروح مع الاصابه حقتي هناك في البلود ولا اقعد الون شوف وش افضل لك شو اللي تحس انك مرتاح انت دام روحك الحين تحس نفسك مرتاح هو قال بنفسه انا رئيس عصابه ما امتلك حتى 13000 لا اله الا الله 13000 ما عندي اطفر رئيس عصابه انا تدري راس مالي كله وين فلا تخم هذاك اللي واقف بلجي ايوه والله العظيم كل ما جيت اسوي شيء رهنت الجي حقي ما عندي شيء رهنه يا ولد انا قاعد اقلبها في راسي الحين والله شوف هذه فرصه والله العظيم بعض الفرص يقول لك لا ضيعها خذها كذا هذه ايوه الرجال قدم عرض والعصابه ما راح هناك الا قد اغتنوا وانا قاعد هنا مسوي اني بغتني عن طريق خاص قفلت الموضوع السلام عليكم عليكم السلام بعد تفكير ابشر بعد تفكير دام دقيقتين صراحه يعني ما يحتاج انتم يا عصابه البلد عصابه عريقه ولكم لكم صوتكم في المدينه والواحد الصراحه ما يتردد هذا من افضل العروض الصراحه اللي جتني الله يطول بعمركم والله العظيم واني بيزيدني شرف اني ادخل معكم والله العظيم انا ما ادري يا ابو عكفه انت قاعد تمدح بس ما اسمع جوابك وانت يعني ما الاجابه بتجيك الاجابه
بس يعني اللي بوصل لك اياه ان انتم عصابه والله العظيم والله ونعم فيكم، وان الواحد اذا اقترب منكم يزيد شرف والله العظيم. يا بعد راسي بعد الله يطول بعمرك ان شاء الله. والله العظيم اني بدون ما تقول لي وش الاجابه ما يحتاج، الجواب اتوقع انه واضح، الجواب واضح وضوح الشمس. الله يطول بعمرك. ما ادري انا اشوف مشيتك من بعيد واحد واثق وبيجي معنا. اكيد اكيد واضح يعني ما يحتاج قايل لك يعني انا جاء انا معكم يعني. في شرب الله في قده كلها ثنتين هذه. الله يطول بعمرك. الله كفو 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 كفو. انا ما اشوف انا ما شفت اصرار الشباب يقولوا ما نبي ابو عكفه نبي ابو عكفه كل يوم اني انا معكم من يوم رايح في عصابه البلاد العريقه. ازهلني انا معكم في العصابه، لكن نرجع شوي كذا ندقري وشوي ابد. وش والله ما ادري كيف فتحكم الموضوع هذا. وش عندك وش عندك؟ راس مالي كله ضاع في السياره هذه. راس مالي كل وشو؟ ما امتلك ذلحين الا 10000 دولار. ايش يسوي فلوس يعني؟ فلوس. تعال تعال عطني رقمك. وش كم يبي هو؟ كم يبي؟ يبي فلوس؟ كم تبي انت بس؟ بتاع حق تزيين الامور تزيين الامور. عطني عطني رقم. والله صح هو. محتاج 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 تكلفون نفسكم محتاج عادي 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 عادي. لا لا كم تبي بس يا ابو عكفة؟ عيب عليك يا ابو عكفة. حول له حول له سكر. اطلب من ريال لمليون. وانا الحين بعد باظبطه. الله يطول بعمركم والله. عشان كذا انا ما قلت باخش عصابه البلد الا عصابه البلد. لا 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 وراك ظهور يا ابو عكفة. اني داري والله العظيم اني داري. تحسين اواع. 50000 جتني والله العظيم 50000 ما قلت انت في حياتي. الشباب اللي بيجون والله لا الله يطول بعمركم ولا انتم الله يسعدكم وخيركم سابق لا انتم أبد أبد أبد. الله يطول بعمركم ان شاء الله. ابد ابد أجل. طيب خويك هذا وش هم لحيه؟ هذا براديسون من لحيه البراديسون. خويك معك بشر ولا محامي؟ هو شكله كذا كانه محامي. هذا رجال انكفوا رجال انكفوا. معك بخويك ولا معك بكان بالوسط؟ لا ما كان انا بالوسط بس خويي هذا رجال انكفوا والله العظيم انه راي وقفات ترى حلو. مره رجال تحطوا عليه مناك هذا مره بحزم بس ما له في المشاكل واضح مشاكل. لا لا سارق لا 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 يسرق 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 سارق امس مجرات صح؟ ها؟ لا اهم شيء اهم شيء عرق 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 الطناخه يا ابو عكفة. مطروخ تبغى طناخه فخذوها مطروخ ترى مره مطروخ ابد. لا بس انا اموري برا هذه هو خايف شكله ما لا اذا خايف عادي تقدر ترد من ذا الحين. مستحي 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 الولد اعرفه اذا يستحي تو يشوفكم زي كذا يعني ولا هو ترى ما عليه اللي يستحي بس خلاص بنروح موقع بس تعال انت شوف ايش في شو معاه فوبيا يعني من الناس خويكم خويك خايف ابو عكفة تو ما نورت المدينه بكبره يا ابو عكفة وجودك يا حبيبنا الله يسعدك والله ما ترى واسال واسال ابو لل كم اللي ينتظره والله من زمان شكلك راعي بزنس انت روحه وجيه روحه وجيه اي من من الساندي هذا تعرف انت يعني رهان بريت وتك هناك فتره زي كذا رقدت غيبوبه طحت غيبوبه ما تدري انت ايه. غيبوبه طحت والحمد لله لا بنت. يا شيخ ايه. لا يا شيخ المرزانه المرزانه الحمد لله احنا نحس انه احسن ما تشوف شري بعد راسي الشر ما يجيك ما شاء الله وش ذا الجيب ما شاء الله هذا طال عمرك برابس هذا تعديل برابس اوه هذا ليميتد اديشن مره هذا اخر تعديل ممكن تشوفه ذا كول مي شعلان وسموني يا سطيمه وصلني في احلامه دور عني وابحث نفا نفا سير مي نفا نفا تاتش مي اللي في خير يجيب ورقة وقلم وينزل لي تحت عند العالم ما شاء الله بيت مبارك والله الله يبارك وجودك ما شاء الله الحين بسألك هذه كلها خزنة واحدة ولا خزنات مفترقة يعني عرفت مقصد خزنة واحدة كيف أفهمك يب خزنة واحدة اي خزنة واحدة كلها منو هذا العضو فيدان هذا رئيس عصابة الوست سابقا الآن انضم لعصابة البلودز يا تعبان وش اللي من هذا العضو يا تعبان انا ما اعرف عضو يعني السموحة يعني ايه يعني انت بوس راب هذا بوس شنو يسوي وظيفته يعني انت عرفنا بوس رابات يعني بوس راب تعبان انت اسمك بالخير ابو الليل ابو الليل اسمي ابو عكفة بالله خذ طرف بزاويه رجالي لحظه دقيقه يا شايب دقيقه بدي اكل الجزاء اكل الجزاء والله يا فداه معلش يا ابو لحظه في ذبه في ذبه ثواني لحظه هو يقول اسمه ابو عكفة شنو الرشاش لا لازم اذب يعني غير ابو الليل تعال طلع هذا يا ابو عكفة الرجال اذا كثر عرفت إيه؟ يبدا والله دك ظهره والله يرمي ذبات وكذا يشوف انا بعطيك نصيحه ترى لبن مراعي مع فلفل اخلطهم سوي وترفع ما عليك يسكر على فلفل حلو جوك لبن وفلفل اخلطهم ويا بعض واشربهم يعني اصير اذب زي كذا ما عليك انت
شكلك شكلك منك فيك الذب بدون ما يحتاج يعني. الله يطول بعمرك. خليني اشوف فراك ومنتهي الصلاحيه مكتوب عليك. افا يا فيدان ويضحك ويضحك ولا يعني انا في حولكم هنا قريب محل ملابس كذا ولا شيء. تعال تعال وديك تعال. لا لا ما في سياره هنا ما بركب هنا اسرع ترى الجي حقك بطيء. ما انت البطيء حبيبي. تعال شوف تعال شوف. هلا الشيخ هلا واو هلا واو 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 طالع مزه باقي تغيد من السياره باقي يا سلام سلم هلا بالله البطل يا شيخ. خلاص كذا نقدر نقول احنا خلاص خلصنا. رسمي دمك احمر واضح الحين ملائي بلودي. ها ايه بالضبط. ايوه بوسي قديم ارحب هلا والله بوسي هلا لك وحشه والله كيفك وش ذي بوسي القديم ذي يعني بس الاول ذاك اللي في المستهيد ارحب كيف الحال يلا حيه شلونك الله يبقيك مستقين مستقين والله الله يسعدك ما تقصر الله ايه بلودي ها شكله متحمس والله. ايش عندكم اطرف عمليه جراميه تبون تسويها وش تبي انت بس شيء اللي بدكم انا معكم اللي تبون انا معكم. طيب ودنا شقه عشان اعطيك الرصاص شقه المستشفى. يا عيال اسعد بطرخ يا عيال من واحد مطفر الى واحد الحين قامت تزين اموره شوي. والله لا هنت والله يا فيدان اقسم بالله العظيم قاعدين تحرجون هذه عشان والله العظيم يا ايتاغر شيل الماسك ما داعي هون. تعالي البنك ابو اكفه. جاي هلا والله. اسحب لك ال 50000 حقتي حاضرين. تبغى اسحب لك الفلوس اللي معي كلها تحتاج شيء ولا شيء يا فيدان؟ كم انت 103 134 صح 134 ما شاء الله الله يجزاك كم المبلغ هذا 100000 صح والله انه 1 2 3 فاصلة 1 والله انا 100000 والله والله ما كنت بعطيك 100000 انا كم لا انت عشر الله في ذي الله يطول بعمرك اصبر اتاكد 100000 100000 دقيقه تعال 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 يا تعبان تعال تعال لا 100000 طلعت سربوت ها ابو عكفه وش هو طلعت سربوت ها ايش يعني طيب خذ ذي بعد الله يعز ارضك يا فيدان والله العظيم قلت تهلجني يا فيدان لا حول ولا قوه الا بالله عود 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 جسد مجد صدمه جسد صدمه ما يعزك يا شيخ جسد صدمه يا فيدان وايش المبالغ هذه اللي دخلت في حسابي ما قد دخلت في حسابي زي كذا من زمان اقول قلت هلا الله يلعن اللي ما يعزك الله يطول بعمرك والله تقصر يا فيدان الله يعز ارضك هي المسيره الفاضيه ما قد شفت ما قد شلتها حياتي بسم الله على بركه الله ايداع كل ما املك 200 اخليه في البنك 199 كذا عشان ايش كن معي كاش معي 250000 والله شكرا الله العظيم يا فيدان خيرك سابق والله اقسم بالله شكرا يا بعد راس دعوة والله العظيم انت قاعد تهرجني أن خلاص انا ما اقدر اتحمل اكثر من كذا انا ايش قلت لك انت بس تعال معنا وزهل ما قلت لك كذا خلاص انتهى الموضوع الله يطول بعمرك والله ولا انت والله العظيم اني ما ادري وش اسوي كيف ارد لك الجميل ذا الحكايه مضايق تبغاني احد العسكري اخطف لك هذا الحين لا يا رجال اسويها قولي ايوه قولي ايوه انا اوريك لا لا خل خل تكفى يا شيخ خلنا ننزل الحين تكفى لا تكفى اديني الشقه ابشر ابشر عسكري يا شيخ اذا ما نفضت لك شكر نفض الحين الله يفكر شرك يا ابو الله يفكر شرك ارفع يدك عسكري على على بالحرام انت تحتجي سلاح على بالحرام على بالحرام انت تحتزم يا فيدان طالما اني معكم انا بطنخ ازيد الطناخه طناخه يا اخي الله يجيك ابعك تحب المشاكل من الوسطى تحب المشاكل اول ما يوقف انزل واطلق عليه تمام تمام وقف 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 خلي يديه رش 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 اركب 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 روح 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 فقعت كبر شيء ولا هي فقعت قزاز فرع دباب فرع دباب جاي يدري دباب ورانا عسكر ايام وين 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 انت عند البنك المركزي احنا الحين موجهين جسمه سان لا لا يا ما شاء الله ايش ذا ايش العسكري وجه هي عسكري سريع الله يسار نزله نزله متوسعين يبون يبون راسك ابو عكفه بدري عليهم وانا بالبلود والله بدري عليهم والله لا 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 استر علي طلق الكفرات تكفى لا 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 عيال الحقوني عيال فقوا كفرات انا بقول عيال يجون قول عيال يجون وينكم يا عيال عيال وين بالحرام اسمع لا تكفى يا اخي دقيق يا اخي ابو عكفه الله يرجك ازهلنا يا رجال الله يرجك يا ابو عكفه حدد لي على اكبر جبل بسرعه تكفى
تكفى السجن على قلنا السجن روح روح مكان مستاحي مشكلة معايا مستاحي ما اقدر امشي الحين يو كم هتورية الله يرجب ليس اي مكان شات يا رجال اسمع اسمع البحر 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 حق لوس البحر البحر كوش يمين كوش يمين يروح البحر 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 تعرف البحر يطلع يمين حاول انك تبطل زفة ايوه حدد لي حدد لي سيده 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 البحر سيده 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 لا بدا بغرق سياره نور كيف كيف روح وين بس خلي خليك بسرعه عشان الموتر يمين 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 بسرعه بسرعه اطلع بسرعه لا تقوى تقوى اجل الله تقوم لها كبيرين مره تقوم سرق قارب سرق قارب سرق قارب وينكم وينكم لا ترشني لا ترشني لا ترشني انتبه 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 اضرب اركب 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 سوق اركب 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 اسمنت والله لا والله لا جبني يا رجل هرب الشباب عرفت القوانين بجت يا عيال تدخل تدخل قربين كله من ابو اكفر وانه مشي مكان جونا لا 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 انت امشي 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 اطلقوا علينا اطلقوا علينا اطلق شاطي اطلق شاطي اطلق شاطي اطلق شاطي اطلق شاطي تكفى نصبر لا يلا حلو اسبني محمد اسبني علي بالحرمي انا انتم عساك والله الاقلب والله الاقلب سمكه شات لا خلاص 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 اي بحر بالضبط يا ابو عكف وش فيك البحر كبير يا ولد وين انت في البحر وش العلم وش العلم وش جابني هنا جابك هنا جحدت الحين لازم يدخل فتشه دقيقه هذا الخصم الضئيل لازم فتشه شوف السلاح معاه ولا رماح عشان نشوف ندوره اي سلاح اي سلاح شكله شخص حاليا الشخص الثاني اللي طاح حبيبي انتم مين والناس نايمين ايش اللي جابني عندكم هنا اي من انت حبيبي ايش تبغى مني احنا اقسم بالله العظيم بحركاتكم ذي العساكر اقسم بالله ما بخليها لا اكلم فيها رئيس القسم حقكم قاعدين انا طالع في رحله بحريه قاعد اصيد السمك وانت تجي كذا تقعد تعترضني انتم عصابه انتم العساكر انتم احنا لا اجل انا اركب اركب اقول لك الرداء الابيض على سيدي مو قادر سيدي اوكي الله يرحم والدينك اسمعني بقول لك شيء هذا الحب انا وش جابني عندك ويا انا قل جعفر شنو عليه 40000 لا 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 ليش ليش صل على النبي ليش لحظه جعفر هذا عرفت صغير 70000 الموضوع مش بسيط 70000 مبلغ مره مو بسيط انت والله كل اخوياك خذها كاميرات كله كاميرات تبكن راتبي بسيط يا حبيبي ما تعدى 500 في الشهر يا حبيبي انت قاعد وانا باقي وانت باقي ما جمعت حتى 70000 قاعد وباقي ما جمعت 70 تبغى تسكر مخالف 70000 دولار ليش الحمد لله عندي كابشن عندي فاض عندك تجاره حبيبي موسينج تجاره مخدرات عندي سلندر ايش على ظهورنا احنا انت قاعد تعطيني تهمه انت تقول لي ها لا لا انت ايوه اقول لي محكمه خلاص انا ابغى محكمه ايوه انا ابغى محكمه انا ابغى اخويا اللي دفع 70000 انا رجال مظلوم ابغى محاكمه ابغى ارفع قضيه على العسكري الدجال هذا اللي قاعد يلصق فيني تهم ما ادري صحيح الله يعطيك العافيه البلاغ موجود كذلك صح صح قد 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 يكون صادق او نعطيك غرامه وتاخذ المحكوميه 20 شهر بعد ما تخلص محكوميتك تروح للمحكمه وترفع قضيه واذا سجنت ما اخذ الغرامه صح؟ ما اخذ غرامه لين ما تتم المحكمه صح؟ لا تاخذ الغرامه وش الافضل الخير الاول ولا الثاني؟ واحد ولا اثنين بسرعه
القرار الاول الاول صح يعني 2-2 القرار الثاني معكم اعطيك الغرامه المحكوميه وبعدين الغرامه المحكوميه وبعدين نادوني المحكمه مو ينادوك كنت تروح ترفع وانا انت تروح ترفع متى وقت دوم والله ما عندي روح شوف هناك وكلم القاضي تشوف متى يكون فاضي ممتاز تمام